أهلا وسهلا بكم أعزائي السادة المشاهدين في برنامجكم صحة المواطن. النهاردة موضوع مثير للجدل في عالم طب الأسنان، ناس كتير مهتمة به، ناس كتير عايزة تعرف إيه قصة تجميل الأسنان وهي صحة الأسنان وإزاي نبين سر جمالها. كتير قوي بنعرف إن ناس بتقول نفسنا نبقى زي المشاهير، جملة بنسمعها كتير من المرضى اللي بيروحوا العيادات دايما باستمرار لدكاترة التجميل. النهاردة موضوع صحة الأسنان وسر جماله كان لازم يكون فيه حد متخصص يحكي ويتكلم عنه مع القيمة العلمية الكبيرة، تراث فريد في عالم تجميل الأسنان، السيد الأستاذ الدكتور حسام المندوه الحسيني، أستاذ العلاج التحفظي وتجميل الأسنان ووكيل كلية طب الأسنان جامعة الأهرام الكندية، ومحاضر بعدة لقاءات دولية ومحلية، ومحاضر دولي عن الاتحاد العالمي لطب الأسنان، وعضو مجلس النواب الحالي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام، نورتنا في برنامج صحة المواطن. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام. يمكن ناس كتير بتسأل إيه الفرق ما بين أن أنا أعمل عملية تجميل أسنان وأن أنا أحافظ على صحة الأسنان. حابين في فرق كبير ما بين صحة الأسنان والحفاظ عليها، وفي فرق ما بين أن أنا أعمل عملية تجميل للأسنان. صحيح. هو طبعا أولا أنا بشكرك على البرنامج وعلى الحلقة المهمة دي حقيقي، وعلى اسم البرنامج اللطيف اللي هو صحة المواطن. لو بنتكلم على صحة المواطن يبقى خلينا ناخد بقى من صحة العامة المواطن نتكلم على صحة الأسنان، علشان قيمة علمية كبيرة قاعدة معانا النهاردة احنا بنستغلها الدكتور حسام. الله يكرمك. لكن هو حقيقة صحة الأسنان هو أو صحة الفم بشكل عام هي انعكاس لصحة الجسد بشكل عام. يعني صحة الفم هي انعكاس لصحة الجسد. لو الجسد سليم في الغالب الفم مش هيكون فيه مشاكل، والعكس برضو صحيح. أمراض كتيرة جدا بنكتشفها ونشخصها من خلال مشكلة موجودة في المنطقة دي، منطقة الفم واللي داخلها طبعا الأسنان. فلو احنا بنحدد كلامنا على تجميل الأسنان يبقى احنا نقول أهم خطوة في تجميل الأسنان إنك تحافظ على صحة الفم والأسنان واللثة كمان. هي دي أول خطوة في تجميل أسنان. يعني مش عايز الناس تفهم إن تجميل أسنان محتاج أروح للدكتور أعمل حاجة في أسناني، لا. هو حقيقة تجميل أسناني يبدأ أنت إزاي تحافظ على أسنانك، دي أول خطوة في تجميل أسنان. يعني دكتور حسام بيقول إن تجميل الأسنان هو في المقام الأول إنك تحافظ على أسنانك. صحيح. وليس إن أنت تعمل عمليات تجميل في الأسنان. يعني ممكن تروح لدكتور علشان تهتم بصحة أسنانك قبل ما إن أنت تعمل تجميل، هو معناه الجمال للأسنان. صحيح. وعاوزين برضو نعرف يعني ايه ابتسامة جميلة. ده ما انا منشغل حتى في المحاضرات بكلمة يعني ايه بيوتي سمايل او ابتسامة جميلة. الكتب كلها بتقول عن الابتسامة الجميلة هي الابتسامة اللي كلها ثقة. يعني هل الابتسامة الجميلة هي ابتسامة الدكتور احمد ولا الدكتور حسام؟ لا. هي ابتسامة اي حد عنده ثقة في ابتسامته. طب اسباب عدم الثقة تيجي من ايه؟ تيجي ده هنا بنعمل حاجة اسمها سمايل أناليسيز، بنقعد نحلل الابتسامة عشان نعرف هو المشكلة عند المريض اللي مش واثق في ابتسامته، يضحك كده فيحط ايده على بقه كده عشان ما تبانش. وده طبعا مشهورة قوي دكتور حسام الموضوع ده حضرتك كتير. يعني بيتكلم فيه، حتى هو بيتكلم بيخاف يضحك قوي. بلاحظها اكتر وهو بيتصور، هو بيتصور دايما يتصور وقافل بقه، قافل بقه عشان مكسوف من سنانه. بص بقى يا دكتور احمد، لو جبنا اجمل جميلات العالم تمام وشلنا وحطينا كده على اسنانهم، حد يجربها كده في اي صوره عنده ويعلم كده على اسنانها بالماركر الاسود عشان يخفيها ويشوف الجمال هيتحول ازاي، الدنيا هتتعكس تماما. ده معناه ايه؟ معناه ان ابتسامتك سنانك مؤثره فيها بشكل قوي جدا. فعشان تاخد او تبقى صاحب ابتسامه حلوه، ابتسامه جميله، لازم يكون عندك ثقه في ابتسامتك فتبتسم فاسنانك تبان. طبعا هنتكلم على شايف التفاصيل انهي جزء اللي بيبان من الابتسامه وانا ببتسم وانا بضحك. ولكن عايز اوصل له هنا ان كل ما اسنانك كانت صحيه وظهر منها الجزء اللي انت مرتاح وانت بتظهره في ابتسامتك، كل ما ابتسامتك كانت جميله. وهنتكلم دلوقتي بقى في تفاصيل شويه اكتر على المقاسات بقى والسمايل ديزاين والحاجات دي. دكتور حسام، يمكن كانت في نظريه انا قريتها ان صحه الاسنان بتاثر على الجانب الرياضي، بمعنى ان اغلب الرياضيين
بيعانوا من مشاكل في أسنانهم. يمكن النظرية دي كانت غريبة وشدت انتباهي قوي لما أنا جيت قريتها. الفكرة إن ليه إحنا بنقول إن صحة الأسنان بتمثل زي ما حضرتك قلت عامل من الثقة الشديدة للشخص نفسه. علشان كده حابين نقول لحضرتك يمكن يكون كل الرياضيين كل الفنانين كل المشاهير إن هم يتقدموا بجزيل الشكر لأطباء الأسنان علشان خلوهم في الوضع اللي هم زي ما بتقول الناس بقت عايزة تكون زيهم. صحيح. وإحنا يمكن لو الإعداد ينزل لنا صورة دلوقتي صورة يعني حد من المشاهير جدا زي توم كروز, ودي صورة مشهورة جدا يمكن في كل الكتب موجودة معنا دلوقتي على الشاشة. ممكن حضرتك دكتور حسام توضح لنا إيه الفرق اللي حصل وليه الناس كلها بتبص المشاهير نظرة مختلفة في تجميل الأسنان عن الناس العادية. حابين نعرف من حضرتك إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل في صورة زي اللي قدام سيادتك. طب قبل بس الصورة أنا حابب أقول مصطلح بنستخدمه في طب الأسنان كتير جدا اسمه الهوليوود سمايل. ليه سموه هوليوود سمايل؟ عشان دول المشاهير بتاع أكتر مشاهير في العالم, مشاهير هوليوود اللي في أمريكا. فهم أطلقوا الاسم ده عليها عشان نقول إن إحنا عايزين نخلي ابتسامتنا زي المشاهير. وده ما نيجي في العيادة عندنا لك أنا عايز ابتسامتي تكون زي كذا أو كذا أو كذا. ودي برضه عايزين نتكلم فيها شويتين بعد ما نشرح على الصورة إزاي يكون أنا أعرف أحول ابتسامتك سمايل ميك أوفر. ده مهم جدا. وهل هخليك زي المشهور ده ولا لا؟ ولا لا. وانا طبعا اجابتي بسرعه لا, وانت برضه المفروض تكون اجابتك لا. انا مش عايز اكون زي المشهور ده, عايز يكون ابتسامتي حلوه ليا انا. من هنا جه المصطلح المهم جدا في طب الاسنان اللي اسمه السمايل ديزاين. تفاصيل كتير هنتكلم فيها دلوقتي. لما نبص على الصوره دي بس الناس ممكن يعني تزعل مننا عشان كل الناس بتحب توم كروز, لكن هو ده طبعا ظاهر جدا الفرق ما بين الابتسامة الأولى والابتسامة الثانية والثقة بالنفس في الابتسامة الأولى والابتسامة الثانية. الابتسامة الأولى اللي هي لسه الأسنان لونها مش حلو, حتى فتحة بقي مش قوية لأني مش عايز أظهر أسناني كلها, في سنة منورة شوية في النص دي الوحيدة اللي ظاهرة. فطبعا دوت شكل الصورة عامة مش ظاهر بشكل كويس. يمكن دكتور حسام للأسف للمقاطعة جدا أن الشكل تغير زي ما حضرتك وضحت, أن وجود جمال الأسنان بيحول الشخص في الجمال بنسبة كبيرة قوي. طبعا هو الجمال طبعا جمال يعني الخلقة الربانية طبعا, ولكن دايما بيبقى فيه بعض الوجوه مش ما عندهاش جمال زي الاخرى. عشان نعرف يعني ايه كلمه نعمه الجمال ده برضو ده بيبقى المغزى ان حد ليه تكون اسنانه مشوهه والتاني اسنانه سليمه. ربنا بيقول لنا ده يعني انت في نعمه, اللي اسنانه حلوه ده في نعمه, اللي اللثه بتاعته حلوه في نعمه. برضو هي الصوره بس اتشالت الصوره. طب دكتور حسام احنا حضرتك شفت الصوره واتغيرت. في ناس بتقول لك يعني دايما في تجميل الاسنان مش كل حاجه يعني مش كل شخص ليه نفس الحاجه مع اشخاص تانية. يعني رسمه الابتسامه من شخص لشخص بتختلف, وده حضرتك وضحتها ان قلت ان مش تحت شرط ان انت تكون زي كذا. صحيح. لسه حضرتك قلتها. حابين يا دكتور حسام ننتقل لنقطه مهمه جدا في عالم تجميل الاسنان. يمكن يكون دايما فيه انواع كتير من تجميل الاسنان, يقصد احنا دلوقتي انواع كتير من التسوس اللي بتنتشر في الاسنان. وزي ما حضرتك قلت المحافظه على الصحه هي اساس الجمال. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي انواع التسوس اللي بتصيب الاسنان اللي بتخلينا نفقد جمال الاسنان. طيب بس برضه في نقطه مهمه لازم نتكلم عليها حتى لو الصوره اتشالت. انا ليه الصوره حصل تغير في الابتسامه؟ لان في جزء صحي من اللثه ظهر في الابتسامه. هنا الجمال مش جمال أسنان فقط, هو جمال أسنان ولثة, والعلاقة بين الأسنان واللثة, والعلاقة بين الأسنان والأنسجة المحيطة بالفم اللي هي الشفايف بتاعتنا ووشنا بشكل عام. تمام. والنقاط دي كلها يا دكتور أحمد لما بنيجي نشرح للطلبة ونقول لهم السمايل ديزاين بنتكلم في المعايير والمقاييس دي. والمفروض لما أضحك قد إيه من سناني يظهر, والمفروض اللثة قد إيه منها يظهر, وشكل اللثة الصحي ازاي. طبعا لا يخفى عن اي حد ان اللثة بتكون صحية اكتر لما بهتم بصحة الفم. طب بنهتم بصحة الفم ازاي؟ الحاجة المشهورة جدا الفرشة والمعجون. والجملة المشهورة برضو اكتر من كلمة فرشة والمعجون العين بيقولها لنا, بغسل سناني يا دكتور على طول وبرضو سناني بتسوس او اللثة بتلتهم. طبعا لما بنشتغل بقى زي المحققين كده ونحقق مع المريض نقول له بتغسل كم مره في اليوم, بتغسل ازاي, بتغسل بايه,
بيطلع حقيقي هو لا بيغسل خالص بشكل كويس. دي المشكله برضو، ودي ثقافه مهمه جدا ان الجميع يكتسبها. عشان مش بس عشان هو مش عشان المريض او الفرد ذات نفسه، لا، لان احنا اتعلمنا وبنعلم ان احنا الاطفال الصغنططين دول عشان نخليهم يغسلوا اسنانهم بشكل كويس، انت يا اب انت يا ام لازم تقف لازم تغسل سنانك قدام ابنك، فابنك تلقائيا هيحب ان يعمل يلعب في بقه كده، يبدا العمليه يرتبط بيها. لازم نتكلم عن غسيل الاسنان بشكل فيه حب وموده شويتين. ليه؟ لان ده حقيقي احنا الوقايه كما هو معروف خير دائما من ايه؟ من العلاج. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره في الوقايه، احنا ما بنصدقش في موضوع الوقايه ده، لازم نعيا عشان نبدا نتعالج. وانا هفتح نقطه مهمه جدا يا دكتور حسام في تخصص حضرتك، ويمكن ناس كتير في الشعب المصري كله او الشعوب الاخريه في الدول الناميه والمتوسطه مشهوره جدا، ليه المريض مش بيروح لدكتور السنان غير لما يحس بألم؟ دي مشكله كبيره، ممكن يكون عنده تسوس وعلاجه اقل تكاليف وهيحسن من جمال أسنانه قبل ما الموضوع يتدهور منه، بس هو طبيعة الناس بقت أنا مش هروح لدكتور الأسنان غير لما يبقى في ألم. حابين دكتور حسام يوضح لنا قد إيه إنه ممكن يكون في بقك مشاكل كتير في الأسنان وأنت مش حاسس بيها لأن مفيش ألم. حابين نعرف من حضرتك النقطة اللي أنت قلتها علشان يكون عندي نوع من أنواع الوقاية. صحيح، هو طبعا أنا بس مش عايز أقول الفم بس اللي يكون فيه مشاكل في الأسنان وانت مش عارف من غير ألم، لا، عايز أقول الجسم ممكن يكون فيه مشاكل الدكتور هيكتشفها لما تروح له بشكل دوري يكشف على المنطقة دي، منطقة الفم والأسنان، الجسم بالكامل. يعني وقاية بعض الأمراض الجسدية تيجي من الوقاية في الفم والأسنان. طيب احنا المفروض ليه السؤال الاول ليه الناس بتخاف او ما بتحبش تروح؟ طبعا هي احنا دي ثقافه ورثناها من قدمائنا يعني. طيب الناس ما بتحبش تروح لدكتور الاسنان، الحاجتين المشهورين جدا الوجع والعدوى، الوجع الالم والعدوى. والثقافه بقى اللي الام بتقولها لابنها لو ما سمعتش الكلام هوديك للدكتور. طب ما انت كده هيترعب من الدكتور، اصبح مصدر خوف للطفل. مصدر خوف بالظبط. انت المفروض الدكتور دوت، عشان كده حتى في طب اسنان الاطفال دلوقتي لما الطفل يخش العياده يحس ان هو في بارك، في حديقه كبيره كده، من شكل الدكتور اسنان لابس بلطو بشكل مختلف، عليه رسمه ميكي ماوس، شكل العياده نفسها بيكون متغير، الكرسي مختلف، العياده الوانها مختلف. ليه كل الكلام ده؟ عشان يكسر الحاجز النفسي بينه وبين الطفل. طب هل هو الطفل بس اللي بيخاف من الدكتور الاسنان؟ أسنان؟ لا، اكيد لا، طبعا. الطفل وغير الطفل بيخاف. هنا مهم جدا بقى ندخل جمله الوقايه، لان حقيقه دلوقتي الوقايه في طب الاسنان بقت متقدمه جدا جدا جدا، بحيث انها بتحمينا فترات زمنيه طويله من اي مشاكل في الاسنان. والميزه بقى الكبيره ايه؟ ان هي تاخد وقت اقل في العلاج، تقريبا زيرو الم، مفيش الم خالص، تكلفه اقل. يبقى انت لما نقارن دلوقتي بين وقت اقل وانت بتتعالج او انت بتقي اسنانك من المشكله، فلوس اقل، مش هتدفع فلوس كتير. طبعا. تالت حاجه مفيش الم خالص. ليه بتسيب الاوبشن ده المهم جدا وتروح للاوبشن التاني لما تحس بوجع في اسنانك؟ هتاخد وقت اكتر في العلاج، هتدفع فلوس اكتر، هتحس بشويه مشاكل. مش عايز اقول الم، لان برضو التكنولوجيا بتاعت التحديث دلوقتي والحديثه وطرق تعامل الطبيب مع الحالة بدأ يختلف تماما، فالألم قل برضه. ولكن أنا عندي أوبشن حلو جدا اللي هو الوقاية. الوقاية الناس تفهمنا بس إن أنت في البيت تغسل سنانك بالفرشة والمعجون، لا. أول كلمة أول سطر في الوقاية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان باستمرار. أنا بقول للعيان كده كده هتيجي، هتيجي كده كده، لو ما جيتش بمزاجك هتيجي غصب عنك، يبقى تعالى وانت بتشيك على اسنانك كده بلطافه بدل ما تيجي وايه وفي تعالى ألم. وانت مرتاح وانت جاي اوعى تنسى تجيب معاك ابنك او بنتك عشان يشوف الزياره البسيطه خالص دي، اللذيذه خالص دي، اللي الدكتور تقريبا ما بيخش معاك وقته خالص، وبتعاملوا مع بعض بابتسامات انت الاثنين، ما عندكش مشكله خالص. يبقى احنا استفدنا ان انت عملت الوقايه بتاعتك وغرست القيمة دي للطفل الصغير، ان لازم اعمل ما يسمى بالتشيك اب، كل فترة اروح واعمل كشف دوري على صحة الفم والاسنان. يمكن دكتور حسام ناس كتير قوي مش بتاخد لبالها من حتة ان هو بس يلقي نظرة بنفسه
على أسنانه، يعني ممكن كل صباح بيغسل أسنانه يشوف تغيرات في أسنانه، ساعتها يبدأ مثلا يتحرك على الدكتور. مش هنقول مثلا يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت الثقافة غلبت الناس، يمكن لو في الإعداد ينزل لنا صورة رقم 4، لو في حاجة بسيطة جدا بتكون مشاكل صغيرة في الأسنان وحلها بسيط، فإحنا عايزين نعرف دكتور عسام إمتى إيه التغيرات اللي ممكن تحصل في الأسنان يلاحظها الشخص وهو بيغسل أسنانه، ساعتها يبدأ يقولي أنا هروح عند الدكتور، لا في حاجة متغيرة في أسناني النهاردة عشان كده لازم أشيك. الصورة موجودة حاليا قدامنا على الشاشة، في تغيرات بسيطة جدا وممكن تكون شكل حاجة خطورة أو نوع من أنواع بداية انتشار تسوس في الأسنان. حابين نعرف من حضرتك دكتور حسام، هل كل التغيرات زي بتكون نفس الصورة اللي قدام حضرتنا ولا في حاجة تانية مختلفة؟ تمام. هو طبعا أنا يعني هقول للمريض بعض العلامات عشان يبدأ يروح للطبيب، ولكن عايز أقول له برضو لا غنى عن الزيارة الدورية، لا غنى، والطبيب هو اللي يكتشف. خلينا كده الطبيب هو اللي يشوف شغله ويكتشف. أنت شغلك كمريض تعمل إنك تروح للدكتور بس عشان نبدأ نشتغل في موضوع الوقاية بشكل كويس. لكن الصورة اللي قدامنا دي بتبين حاجة مشهورة جدا، بدايات تسوس في الانشقاقات الموجودة اللي هي الفيشرز الموجودة أو الشروخ الموجودة البسيطة في أسطح السنة ملونة باللون الأسود. طبعا دي بتبقى علامة، فالعيان بيجي يقول أنا عندي تسوس في ضرسي، فنبدأ نتعامل معاه. هنا مهم جدا نوضح حاجة، إن مش كل لون أسود في الأسنان تسوس. طيب واحنا كمان هنضيف صورة جديدة للصورة رقم 5 دكتور حسام، هتوضح أكتر عن ظهور علامات كتيرة قوي في تسوس الأسنان، ممكن حضرتك تشرح لنا عليها برضه. لطيفة الصورة دي اللي موجودة على شمالي، أنا الصورة اللي على شمالي هنلاقي مثلا باين فيها كل العلامات. أولا لون أسود، جزء مكسور من السنة أو مش باين في السنة. هطبعا بقول ليه جزء مكسور، لأن دايما المريض يقول أنا عندي جزء مكسور، هو حين احنا بنسميه جزء داب خلاص في السنة، حصل له ديسوليوشن داب. الجزء العلوي اللي هو جنب اللثة مبيض شوية، بنسميه لون الطباشير تشوكي وايت أبيرنس. اللون الطباشير دوت هو أول علامة في فقدان المعادن في السنة. طيب هقطعك دكتور حسام في التسوس، هو اللون الأبيض ده مهم جدا على فكرة، يظهر الأسطح العلوية دي ودائما في السنان برضو اللي تحت عند اللسة، دي علامة بتبقى باينة جدا. لما العين يشوفها يعرف ان السنة دي بعد فترة قريبة جدا هتسوس. وبرضو عايز ادردش معاك في النقطة دي، مهم قوي، يعني ايه بعد فترة هتسوس؟ والعيان اللي موجود قدامنا ده، الصورة اللي فوق والصورة اللي تحت دلوقتي، هل الاتنين مرضى دول يعاملوا في العيادة زي بعض ولا يعاملوا باختلاف؟ هنا بنعمل حاجة اسمها الكيرز ريسك اسسمنت، اللي هو تقييم خطورة التسوس عندك، هل انت في احتمالية كبيرة يحصل لك تسوس ولا احتمالية صغيرة؟ وبنقسم المرضى دول لثلاث انواع، نوع بسيط ونوع شديد ونوع في النص. النوع البسيط دوت بنقول العيان هتستخدم حاجات بسيطة وتجيلنا كل فترة، برضو نعملك حاجات وقائية وندهن شوية السنان بشوية حاجات كده بسيطة كوقاية. النوع الشديد بقى زي الصورة اللي فوق دي فيها كل العلامات اللي بتقول ده النوع عندي شديد، ولكن اللي بنعمله للمريض عشان نكتشف مش بس المشهد، احنا بنختبر اللسة، نشوف اللسة شكلها عامل ازاي، وهل هي بتبليد بتنزف ولا لا، بنشوف اللعاب بتاعنا، هل اللعاب دوت اللزوجة بتاعته الفيسكوستي بتاعته هل هي عالية ولا منخفضة، عالية ولا منخفضة. ناس تقولك ايه علاقة اللعاب بالتسوس، اللعاب دوت حدوتة كبيرة قوي، نعمة من المولى عز وجل اللعاب ده، اللعاب ده فيه كل المضادات الحيوية والأجسام المضادة اللي ممكن تعالج بيها الأسنان. وفي حاجة مهمة جدا في اللعاب، انه بيغسل سطح السنان. طيب اللعاب لما يكون لزج تقيل مش هيغسل زي لو هو ووتري كده، بيعرف يروح ويغسل هنا وهنا وهنا على أسطح الأسنان مختلفة. يبقى كل ما كان اللعاب بتاعنا لزج كل ما كان يبقى عندنا قابلية للتسوس أكتر. الحاجات دي كلها احنا بنكشف على المريض فيها عشان نعرف، واحنا لو عايزين العيان ده ما يحصلوش تسوس، يعني نحوله من مرحلة الشديد الكيرز ريسك او معدل التسوس العالي لمعدل تسوس بسيط، انهي نقطة اللي نغيرها فيه؟ هل نقول له برضه اغسل اسنانك بس؟ لا، دي حاجة عامة كلنا نغسل اسناننا مفروض، ولكن في عيان لازم نشتغل على اللعاب بتاعه، في عيان لازم نشتغل على البكتيريا اللي موجودة عنده، في عيان لازم نشتغل على أسطح السنان اللي موجودة، في عيان لازم نشتغل على نوع الأكل اللي بياكله،
فبالتالي ما بنرهقش العيان بتاعنا نقول له ايه اشتغل على كل الحاجات دي مره واحده واحنا تايهين مش عارفين السبب ايه بالظبط بتاع المشكله. لا، نحدد المشكله بنسميها تو هيت ذا بروبلم، انك تخبط المشكله بالظبط، فبالتالي العيان ما يرهقش في العلاج بتاعه. الامور كتيره بتاعت الامور كتيره الوقائية. علشان انا قاعد مع قيمه علميه كبيره دكتور حسام، فعلشان كده لو احنا الموضوع كبير ومحتاج اكتر من حلقه طبعا، ولكن احنا بنستغل حضرتك يا دكتور حسام في ان احنا الصور اللي كان اتعرضت سابقه كان كل التسوس اللي حصل ده، حابين نعرف حاجه مهمه جدا، ايه اهم الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان يوصل للمرحله دي؟ ايه العوامل اللي ممكن تسبب التسوس الكبير اللي بيكون في المظهر الجمالي من قدام للاسنان؟ هو طبعا التسوس ده مرض مزمن، في جزء جيناتيك جزء وراثي ولكن احنا خلينا دايما نتكلم في الجزء اللي احنا نمتلكه. السبب الرئيسي في التسوس هو بنسبه 90% هو الاهمال. الجمله على طول يقول لي اول ما اقول لمريض اهمال، والله العظيم ثلاثة بغسل سناني كل شويه بالفرشه والمعجون. فطبعا زي ما قلنا من شويه عاوزين نتكلم يعني ايه ما تهملش في اسنانك. يعني ايه بغسلها بالفرشه والمعجون؟ هل بتغسلها بعد كل وجبه؟ يبدا كده يهر زي ما هرش كده دلوقتي. لا، انا بغسلها كل مثلا يعني كل يومين مره، او كل يوم بغسلها مره الصبح مره بالليل، لا يكفي. غسيل اسنان بعد كل وجبه، والمفروض يكون في اول نص ساعه كمان بعد الوجبه. طيب. موضوع معقد شويه، يعني كل ما اكل في حته اغسل سنين على طول. حجه ثانيه بيقولوها المرضى حابين نعرفها من دكتور حسام، لان حضرتك الوحيد اللي هتفيد الناس فيها. دايما حجه المريض بيقول لك طب والله يا دكتور حسام انا مش عارف المعجون اللي استخدمه ايه، انت حضرتك بتقول لي اغسل سنك، اصل انا رحت الصيدليه لقيت كذا معجون وما عرفتش وتوت فروحت ما خدتش حاجه. فحابين نعرف ايه فكره معجون الاسنان، وايه فكره الانواع اللي موجوده في السوق، ان مثلا يقول لك لا هات نوع كذا ونوع كذا، هل في فرق ما بين معجون اسنان واخر، وهل بنستخدمه في علاج حالات معينه ولا لا؟ حابين نوجه للساده المشاهدين الحته دي، لان دي الحجه بتاعتنا. زعل الشركات مننا يعني. لا لا، احنا مش هنقصد شركات، احنا بنتكلم. انا عايز اقول لك حاجه، الحجه بتاعته. لا، موضوع الوقايه ده احنا عاوزين برضو نقول ايه اسهل طرق الوقايه عشان الناس تعمله. الناس النهارده بعد الحلقه دي تبدا تشتغل بالطريقه اللي بنتكلم فيها ديت. وبرضه عايز اقول بالنسبه للوقايه حاجه مرتبطه بالصحه اليومين دول احنا بنمر بيها، اللي هي كورونا فيروس كوفيد 19، اللي هو دلوقتي بيقولوا الفيرجن الجديد كوفيد 20. انا بالنسبه للوقايه الاول من من التسوس اللي بيحصل ده، الفرشه بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ الفرشه بتاعتك بتغيرها كل قد ايه؟ الفرشه بتاعتك بتستخدمها ازاي؟ طيب ده مهم جدا جدا جدا. معجون الاسنان اهميته ايه؟ انهي نوع اهم من التاني؟ دي برضو حاجات مهمة جدا جدا جدا. فاحنا بالنسبة للفرشة بتاعتنا، فرشة متوسطة، ياريت راسها تكون صغيرة، اللي جزء اللي فيه الشعر يكون جزء صغير. طب ليه صغير؟ عشان ينفع يخش جوه في عمق الفم، تمام، ما ينضفش بس بره ويسيب جوه. الفرشة نغيرها كل 6 شهور مش اكتر، مكان ان البريستلز او الشعيرات بتاعتها بتبدا يحصل فيها، ما بتبقاش بقوتها، تتاني تتعمل مش بنفس قوتها. طب هل الفرشه مهمه؟ الفرشه هي اهم حاجه في في في, في غسيل الاسنان. يعني حضرتك شايف يا دكتور حسام ان الفرشه ممكن تكون اهم من المعجون نفسه؟ او مش اهم، هو لا تقارن الاهميه. الفرشه يعني الفرشه هي الاساس في غسيل الاسنان، عشان الساده المشاهدين بس يعرفوا المعلومه المهمه دي. الفرشه مهمه، هي الاساس في غسيل الاسنان، مهمه جدا. هي بتعمل حاجه اسمها ميكانيكال ريموفل، او الازاله الميكانيكيه لاي حاجه موجوده على اسطح السنه. ما لو سطح السنه ما فيش عليه فضلات اكل، ما فيش عليه بكتيريا، مش هيسوس خلاص. هو عشان يسوس لازم البكتيريا تتجمع على سطح السنه في وجود اكل، فضلات الاكل، زائد شويه وقت. علشان كده انا سالت حضرتك سؤال مهم جدا، هو في فرق ما بين كل معجون ومعجون بالنسبه للعاده المستمره باستمرار عند اغلب الناس في غسيل الاسنان؟ يعني انسان بيغسل اسنانه اجابك اجابه امينه جدا. بس ده طيب خليني اقول لك الحاجه، في فرق، الاجابه نعم في فرق بين المعجون وبعضها، تمام. طيب في فرق في الفكره بتاعت ان انا عيان طبيعي ما عنديش مشكله، ده اللي اقصده، ما عنديش مشكله، هل استخدم معجون كذا عن كذا؟ انا بقول لك استخدم اي معجون، وامنعك انك تستخدم المعجين اللي هي مبيضه للاسنان. امنعك ليه؟ امنعك معلومه مهمه جدا يمكن دكتور حسام الساده المشاهدين ما يعرفوهاش، حابين نعرفها من قيمه علميه كبيره. ايه خطر المعجين المبيضه للاسنان على الاسنان، خطرها ايه؟
طيب بس انا بس عشان برضو احنا لا نهون ولا نهول. اه تمام. احنا عايزين نقول المعاجين اللي هي مبيضة الاسنان لو الدكتور كتبها لك استخدمها. تمام. لان هيكتب لك نوع معين. النوع المعين دوت آمن على أسطح الأسنان وهو عارف الميكانيزم بتاع الشغل بتاعه إيه؟ وعارف بالضبط عارف الطريقة بتاع الشغل إيه. طب أنا ليه بخوف منها؟ كل الناس كل أنا وإنت والناس كلها عايزها أسنانها تبقى ناصعة البياض زي المج اللي إحنا قدامنا دوت الجزء الأبيض في المج ده كل أسنان عايزة كده. وده لون على فكرة مش صح يعني اللون دوت الأبيض أو ده لون مش صح لأن الناس عايزة كده وخلاص يعني. طيب فبتروح تجيب معجين من الصيدلية اللي هي بتبيض الأسنان. هي بتبيضها إزاي؟ ده الميكانيزم بتاع تبييض الاسنان من في النوع ده من المعاجين الاسنان بتبيضها من خلال خربشه اسمها ابريجن. ابريجن يعني بخربش في سطح السنه. طب لما نخربش في سطح اي حاجه يبقى نعمل يبقى خشن. يبقى خشن اي حاجه نخربش فيها تبقى خشنه. طب سطح السنه عندي خشن يحصل وانا بشرب قهوه ونسكافيه وشاي ويحصل ايه؟ السطح الخشن دوت يلم الصبغه اكتر من السطح الناعم. يبقى انا كده اللي عايز ابيض في اسناني عملت فيها حاجه تسبب لي بساعد على تلون الاسنان بعد كده. يعني انا معناه ان حضرتك كده تقصد ان انا من كتر الغسيل اي معجون مبيض ممكن يسبب لي خشونه في السطح تسبب تراكم من الاكل مثلا او بقايا الاكل في السطح. نقول بقى الجزء الثاني من المعلومه. تمام. اللي هو المهم جدا. اللي هو الدكتور كتب لك اسمع كلامه. طب اسمع كلامه ليه؟ ما انا برضه هيديه نفس المعجون. لا هيديك معجون بقى الحبيبات او البارتكلز اللي موجوده صغيره جدا 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 بحيث ما تخربش قوي اللي هو تكنولوجيا النانو بارتكلز. تمام. بيحط فيها برضو ان المعجون دوت بعض الكيميكال كومباوندز او المواد الكيميائيه اللي بتساعد في التبييض. يبقى هنا المعجون الاسنان الامن ده لا يعتمد فقط على البارتكلز او الحبيبات ديت بيعتمد عليه كمان على الجزء الكيماوي الكيميكال اللي ممكن يستخدم عشان يبيض الاسنان. يبقى ده معجون اسنان امن. هرجعك بس الجزء بتاع نظافة الأسنان ده مهم جدا. الفرشة اتكلمنا فيها المعجون استخدم أي معجون موجود في السوق غير طول ما عدا باستمرار يعني. أيوة بالظبط. طول ما تتشغل فيها باستمرار عادي. مش فترة زمنية معينة. رقم ثلاثة وانت بتنظف الأسنان اعرف انت بتنظف ايه بالظبط. السطح الأمامي عد معايا كده السطح الأمامي السطح الخلفي اتنين. اتنين السطح العلوي تلاتة. أو السفلي ثلاثة كده انت الفرشة دي قدرتها خلاص. طب الباقي هعمل فيه ايه؟ واحنا كده خلصنا؟ لا لسه في الاسطح الجانبيه الاسنان اللي بين الاسنان وبعضها. تمام. ده بيتنظف ازاي؟ ده مش بالفرشه. بيتنظف ازاي؟ بالفلوس بالخيط الطبي. يبقى لازم نجيب خيط طبي ونلفه على صباعنا بطريقه معينه ونبدا ننظف بيه الاسطح الجانبيه للاسنان. لما يكون عندنا اسنان مفتحه شويه بينها وبين بعض وعايزين ننظف عشان اللثه ممكن نستخدم فرشه مخصوصه برضو للمكان ده اسمها انتر دنتال براش اللي هي الفرشه الجانبيه بين الاسنان وبعضها. حته مهمه جدا دكتور حسام قلتها في خلال كلام حضرتك مستغل ان انا اوضحها للساده المشاهدين. احنا بنستخدم الخيط الطبي دايما باستمرار. يجي لك ممكن مريض اسنانه كلها شايفها كويسه في المرايه وبيشتكي من الم شديد قوي وتقول له في تسوس ما يصدقش يقول لك ده الدكتور ده بيستغلني. لان احيانا بيكون في تسوس ما بين السنه والثانيه ومش واضح وما حدش يقدر يميزه ولا يشوفه غير ادوات الفحص والكشف اللي يعرف يشوف بها الدكتور. صحيح. حابين دكتور حسام نتطرق لمعلومه مهمه جدا ويمكن الاعداد ينزل لنا صوره رقم 10 ان حشو الاسنان الموضوع ده مثير جدا للجدل ما بين مدارس كتير ما بين اطباء الاسنان وما بين عالم كتير من المرضى. حابين نعرف في نوعين من الحشو. حشو ما يسمى باللغه العربيه البلاتيني والحشو اللي بيقولوه هم اللي هو الضوئي واحنا بنقول عليه كومبوست. حابين نعرف مدرسه الدكتور حسام انه بيفضل احيانا يستخدم الحشو الضوئي اللي هم الناس الساده المشاهدين عارفينه اللي هو الحشو الابيض اللي بلون الاسنان وامتى الدكتور حسام يقول امتى الدكتور حسام يقول زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي ان لا حشو البلاتين كويس في الحاله دي. حابين نعرف من حضرتك الفرق ما بين الاثنين والدكتور حسام بيأيد انهي مدرسه من المدارس. طيب انا بس حابب اقول ان لا حقيقه عندنا انواع كثيره من الحشو مش اثنين بس لكن هم اثنين يمكن المشهورين والمريض بيقول الحشوه اللي هي البلاتين اللي هي لونها غامق والحشوه اللي هي لونها فاتح اللي هي شبه الاسنان. وينبثق بقى من اللون الغامق كذا نوع حشو اخر وينبثق من الوان اللي هي شبه الاسنان كذا نوع اخر كذا نوع من الحشو.
أنا قصدت النوعين اللي موجودين في إثارة الجدل ما بين الناس. أصل هو النوع برضو اللي هو الفاتح ده في نوع مهم جدا اسمه الحشو الزجاجي. تمام. نوع مهم جدا وحيث الشركات الخاصة بالحشو الزجاجي دخل في المنافسة بشكل شديد جدا جدا. وتطور شديد قوي. بشكل رهيب لجودة هذا النوع من الحشو في يعني جوانب كثيرة جدا بالنسبة لمواصفات الحشو. هو طبعا حاليا دلوقتي برضو في حرب كبيرة على الحشو، مش دلوقتي ده من زمن من حوالي 20-25 سنة في حرب كبيرة على الحشو اللي هو المعدني اللي فوق دوت اللي هو حشو البلاتين. تمام. وبيسبب أمراض وبيسبب مشاكل و و و هل دي شائعات يا دكتور حسام ولا حقيقة؟ وإحنا حتى في مجال طب الأسنان يمكن في ديبيت أو خناقة بين الدكاترة وبعض في موضوع الحشو ده. أنا طبعا غير مؤيد لهذه الفكرة إن هذا الحشو يمثل أو يسبب هذه الأمراض، لأن معظم حقيقة الأبحاث العلمية اللي إحنا قريناها واشتغلنا فيها بتقول إن نوع الحشو دوت هو نوع آمن لو المريض ما عندوش مشكلة بالنسبة لنوع المعدن ده، نوع آمن. يعني إذن الحشو البلاتيني آمن مش بيسبب أمراض وفقا لرؤية الدكتور حسام من خلال الأبحاث اللي اطلع عليها وآراها، ما بيسببش أمراض اللي هي أمراض الجسمانية الأمراض العضوية اللي الناس بتتهم الحشو دوت إنه بيعملها زي مشاكل في الكلى أو مشاكل في الجهاز العصبي وخلافه. يعني هو مش عايزين بس نقلق الناس في الحشو. يعني إذن الحشو بريء. حشو بريء لأننا لو شفنا كده الناس اللي في الاستوديو هنا، لو حد بس أنا مش شايف عندك ناس عواجيز يعني لو في حد عجوز هنا وسألنا الحشو عامله بقالك قد إيه، عامله بقاله فترة طويلة جدا مش هيلاقي فيه مشكلة ظاهرة عنده ولا حاجة يعني. ولكن الحشو البلاتين له مشاكل أخرى زي الحرارة بتوصل للحرارة فيتعب المريض. الحشو البلاتين لازم الدرس اللي يتحط فيه يكون درس بمواصفات معينة عشان يفضل مستمر في مكانه عشان يعيش فترة زمنية طويلة. الحشو البلاتين حقيقي ما بيتفقش مع النظرية الجديدة في طب الأسنان اللي هي بنسميها المينيمال انترفنشن أو التدخل البسيط خالص الدقيق خالص، ان احنا ما نشيلش غير الحتة المسوسة بس الصغيرة بس ونحط فيها حشو، ما نتوسعش قوي عشان نحط الحشوة بتاعتنا، ما نحفرش كتير في السنة عشان نحط كبير. الحشو بتاعنا فهو الحشو البلاتين ما بيتفقش قوي مع الحاجات دي، فبالتالي بنرشح او بنفضل الحشو الاخر هو ما يسمى بالكومبوزيت. ولكن برضو هنا فيه ولكن برضو اي حاجة عندنا دكتور احمد في مهنتنا يجب ان يمارسها الطبيب بحرفية شديدة. لو ما بيتقنش شغلها انا بقول ما تشتغلش بيها، لان المادة هتخونك. بيسموا مادة الحشو البلاتيني مادة مخلصة للمريض، يعني مش هتكشف خطأه قوي. المادة التانية يعني لو دكتور غلط في حاجة البلاتين ما يبانش قوي فيه المشكلة. يعني حضرتك دكتور حسام تقصد ان الحشو البلاتين يمكن اقل خبرة من احتياج خبرة كبيرة قوي في عالم التجميل مع الحشو الضوئي. صح. يعني الدكتور لازم يكون شاطر وماهر قوي في استخدام الحشو الضوئي. في استخدام الحشو الضوئي. عشان كده في صورة رقم 11 ممكن يوضح لنا الاعداد. احنا دي حالة من الحالات احنا اشتغلنا عليها وعالجنا جزء كان مكسور في الاسنان الامامية. الصورة رقم 11 دي مهمة جدا، ان احنا عالجنا اسنان امامية جزء مكسور كلاس 4 موجود في الاسنان الامامية. يمكن لو دقة ومهارة الطبيب خلته مش واضح، يعني احنا وحابين نبص في صورة زي كده وحد شافها لا مش هيعرف مكان الـ 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 نوع التسوس كان موجود فين وانهي مكان كان مكسور فين. طبعا انا مش عارف مين اللي عمل الحالة دي، ولكن الحشو الابيض انا برضو الصورة دي عايز لو نقدر بسهولة لو هتتعبكم مش مشكلة ان احنا نرجع للصورة اللي فيها تسوس الاسنان الامامي، لان مهم جدا اول خطوة بنقولها اللي يعني بقى طلابنا وبعد كده زملائنا ايه هو نوع الحشو اللي تختاره، السليكشن الاختيار بتاع الحشوة بتاعتنا موجودة قدام حضرتك الصورة كنت حابب يعني عايز اقول لحضرتك الحاجة كويس قوي. اشكر المخرج الصورة اللي فوق المسوسة الاسنان المسوسة الامامية دي لو حطينا فيها الحشو الابيض اللي حطيناه في الصورة اللي لسه شايفينها حالا دلوقتي الحشو ده هيبوظ ويضر بالسنة. الله يعني حشو ابيض لو اخترناه في مكان غير مكانه يبوظ يبوظ بسهولة جدا. ده مريض بنسميه عنده معدل عالي من التسوس وعنده التهابات في اللثة فعنده نسبة بكتيريا كتير واللعاب بتاعه حمضي. النوع من الحشو الابيض ما يستحملش البيئة دي هيبوظ. طب انهي نوع نستخدمه هنا الحشو الزجاجي يلعب بشكل كويس قوي
لما نحط الحشو الزجاجي في حاجه زي كده ونخلي المريض يمر بمرحله اسمها الكنترول، مرحله التحكم في المرض ده، بتبقى حوالي 6 شهور. لما المريض يستخدم المواد بقى اللي بتقلل من نسبه التسوس، المضمضه والغسيل والزياره الدوريه للدكتور وكل الكلام اللي احنا قلناه من شويه، نبدا نحول الحشوه دي لحشوه اللي هي الايه، الحشوه البيضاء اللي هي الزجاجيه، اللي هي الاكثر حلاوه واكثر جمالا. لكن في المرحله اللي جاي فيها المريض بالشكل ده ما ينفعش ابدا نستخدم الحشو الكومبوزيت او الحشو الابيض اللي الناس عارفاه، ولكن نستخدم الحشو الزجاجي. علشان كده يا دكتور حسام حابين نشوف الحاله اللي احنا عرضناها اللي الصوره رقم 12 تظهر معانا، يا ريت المخرج يطلعها لنا. الصوره دي بتوضح الكسر اللي كان موجود في السنه او التسوس اللي كان موجود في السنه باي شكل من الاشكال، ظهر وكان ايه وتحول بعد الحشو الضوئي بايه. صورة رقم 12 برضه هي فرصة. جميلة الصورة دي. يعني احنا دلوقتي شفنا الصورة قدامنا اهو، الكسر كان ايه؟ كان في كسر معين في السنة نتيجة اي سبب من اسباب تروما او كان تسوس او اي سبب من الاسباب المعينة واحنا عالجناها. فاذا احنا بنتفق ان احيانا الحشو الضوئي بيكون هو اساس سر الجمال في الاسنان، في الاسنان الامامية. طيب خلينا نقول يعني ايه جمال اسنان. جمال اسنان يعني بنسميها كده شيد وشيب، يعني لون وشكل السنه. يعني ايه شيب؟ يعني السنان الكيرفات بتاعتها عامله ازاي، السنان دي هل هي مسطحه ولا مدوره فيها بومبي كبير، الاسنان دي طولها قد ايه وعرضها قد ايه، دي كلها حاجات بتاثر جدا في تجميل اسنان. اولا عايز اشرح للناس ايه الازرق اللي حوالين السنان ده، يعني ده مهم جدا الطبيب يستخدمه لو بيعمل عمليه تجميل في الاسنان الاماميه او حتى الخلفيه. الرابر دام او اللي هو اللي بيمنع اللعاب يجي على نوع الحشوه دي، وده يعتبر من عيوب الحشوه دي مش من مزاياها. لان الحشوه دي ووتر سنسيتيف قوي، اي شويه لعاب او اي شويه ميه يجوا عليها يبداوا يبوظوا فيها مشاكل. هنا حقيقه عايز برضه اشكر الطبيب اللي عملها، لان انا شايف ان هو عامل الكيرفز الموجوده اللي هي عن القصر يمين وشمال كده، في كيرفات وفي حاجه اسمها انتر دنتال. انا هفاجئك يا دكتور حسام واقول لك ان الحاله دي حالتي انا شخصيا. لا، هي الحاله الشكل بتاعها معمول بشكل كويس. لان مهم قوي ان احنا ودي نقطه مهمه، ما نهتمش بلون الحشوه. اللون مهم، لكن الحقيقه برضو اللون من الحاجات الصعب جدا مطابقتها بالواقع. عشان كده بنشوف بقى انا ازاي احول اللون دوت او الحشوه دي لاكتر حاجه مشابهه للواقع، ونخلي اللي يشوف الحشوه دي يتوه ايش عارف هو فين طبعا. السنه الصحيحيه او الطبيعيه وفين الحشوه، وده اللي بنتكلم عليه في جمال الاسنان. يمكن دكتور حسام قيمه علميه وتراث فريد في عالم طب الاسنان، يمكن موضوع تجميل الاسنان وصحته محتاج اكتر من حلقه مع دكتور حسام. انا حابب استغل دكتور حسام في نقطة معينة وانتقال آخر جدا بعيد عن الأسنان. دكتور حسام عضو مجلس النواب وراجل محبوب جدا 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 وسط أهل ودائرته. حابب أسأل حضرتك سؤال مهم جدا قبل ما انتقل للموضوع. دكتور حسام يمكن ليه لقب مشهور جدا موجود على السوشيال ميديا، انتشر بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا، خادم بلاء الدكرور. حابب أعرف ليه اللقب ده انتشر بسرعة الصاروخ على السوشيال ميديا؟ الدكتور حسام المندوه الحسيني نائب البرلماني هو خادم بلاء الدكرور، حابب أعرف إيه قصة اللقب ده؟ فعلا ليه قصة، وفي ناس اختلفت معايا لما قلنا نعمله، في ناس اختلفت معايا لا أنت نائب الشعب ما تكتبش خادم بلاء الدكرور، أنا صفحتي الرسمية العنوان كده مكتوب الدكتور حسام المندوه خادم بلاء الدكرور. احنا دايما الحقيقة عايزين نوضح الصورة ان عضو مجلس النواب هو حقيقة دوره الاساسي هو خدمة الوطن، ولما نقول الوطن الناس تفهم انه خدمة الحكومة على الاطلاق. ودوت شاهد، انا شاهد عيان هذه الفترة، واي مشاهد لقنوات اللي بتعلن او بتذيع اللي بيحصل جوه البرلمان اللي من دول يعرف ان لا هوانة ولا هوادة مع الحكومة حقيقة في اي خطأ ترتكبه. ولكن خادم بلاء الدكرور جاي من دورنا ان انا اخدم الوطن، هو الجزء الاساسي في الوطن هو المواطن، ان انا في الاخر جاي عشان اخدمك واخدمك واجيب لك حقك. فمش عايزين نعلي قوي طبعا النائب له قدره طبعا، ولكن في الاخر انا كل شغلتي
نخدم الشعب، تخدم الناس اللي طلعت ودفعت عن دكتور حسام واللي ما دفعش واللي ما طلعش. آه يا فندم، احنا في مرحلة الانتخابات انتهت، تمام. اللي انتخبني واللي ما انتخبنيش، الرافض والمؤيد، اللي في بولاء واللي في غير بولاء الدكرور، انا دلوقتي دوري ان انا اقدم له خدمه واجيب له حقه عشان نساعد في 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 الرؤيه الكامله اللي احنا شايفينها في الدوله. الدوله بتنهض بشكل يخض بشكل فظيع اليومين دول. احنا عاوزين برضو في دوائرنا ناخد جزء من هذه النهضه ونديها للمواطن جوه دوائرنا. فانا دوري بخدم المواطن في بولاء الدكرور وفي غير بولاء الدكرور. بما ان برنامجنا اسمه صحه المواطن، وانا شفت وخليت الاعداد جاب فيديو عن حضرتك وكنت في خدمة المواطنين بالنسبة للصحة، وكان لازم أعرضه وحضرتك تشوفه معنا. دكتور حسام أصر أن لازم يكون موفر لأدوية الكورونا في ظل تلك الأزمة على حسابه الشخصي، ويوفرها لكل المحتاجين في تلك الأزمة الذين ليس لديهم ماديات أن هم ينفقوها على العلاج في أزمة الكورونا. هنعرض الفيديو، المخرج نطلب منه يعرض لنا فيديو ويشوفه أن فعلا اللقب الذي حصل عليه الدكتور حسام خادم بولاء الدكرور إزاي قدر يخدم الناس في مجال الصحة. لو يتفضل المخرج يعرض لنا الفيديو، نخرج معكم نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. الحمد لله في أدوية موجودة لأهالينا وإخواتنا الغير قادرين. مهم جدا نلتزم بالدواء اللي بيتبع البروتوكول بتاع وزارة الصحة المصرية. الدواء متوفر، فإذا في كشف طبي وأقرر الدكتور أنك محتاج تاخد الدواء التابع للبروتوكول، فتعالى برضو على المقر اللي موجود مدرسة حسام الدين شارع 20 وهتلاقي الدواء موجود. زي ما قبل كده وفرنا اسطوانات اكسجين، والحمد لله يعني في ناس الحمد لله ربنا انا معلوم بالشفاء بسبب الاسطوانات. برضو في الادويه زي ما حضراتكم شايفين، وفي الاجهزه بتاعت قياس نسبه الاكسجين في الدم اللي هو البالس اوكسيمتر دوت بنقيس بيه نسبه الاكسجين في الدم. وطبعا نسبه الاكسجين بتاعته في الدم بتطلع أكثر من 92 بيبقى نسبة جيدة، أقل من كده بيحتاج طبعا الطبيب يرشده عشان محتاج أكسجين في الوقت دوت. الأجهزة موجودة وبرضه ممكن نستخدمها عشان نقيس نسبة الأكسجين في الدم. في مهم برضه جدا إن الفترة دي بسبب المشاكل الموجودة في الدواء نبقى متأكدين من الصلاحية بتاعة الأدوية الموجودة. يعني في بعض الغشاشين ممكن يكون حد مخزن أدوية أو حاجة فتاريخ صلاحيتها منتهي ويباعها للمرضى بشكل من الأشكال، فعايزين نطمن برضو أن تاريخ الصلاحية مظبوط اللي نستخدمه. ولكن كل الأدوية اللي موجودة من ده السيزنك والأسبوسيد ده برضو من الحاجات المهمة طبعا للجلطات، وأبليكس أند دوت للكحة عشان اللي عنده كحة ناشفة، والستال ده خافض للحرارة. فالمجموعة كلها موجودة إن شاء الله، يعني نتمنى إن محدش يحتاجها خالص، ولكن في حالة الاحتياج الدواء موجود متوفر، وربنا إن شاء الله ينعم بالشفاء على كل إخواتنا وأهلينا. وأوصيكم في الفترة دي طبعا السوائل الدافية على قد ما نقدر، الفيتامينات، ومن أحسن مصادر الفيتامينات حقيقة هي الفاكهة الطبيعية والخضروات، ده مهم جدا، بالإضافة إلى الزنك أو الفيتامين سي أو الفيتامين سي وفيتامين دي، كل الفيتامينات دي. والناس برضه عشان ما نتقلش أو عشان نزعج الناس بمعلومات كتيرة، نصيحتي كل أكل صحي، كل أكل طبيعي، اشرب سوائل كتير، اشرب مية كتير، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبعد أي مكروه عننا جميعا، ونلاقي بولاء الدكرور ما فيش فيها ولا حالة كورونا. وتمنياتي بالشفاء لكل أهلينا في بولاء الدكرور. شكرا جزيلا. حسام الممدوح حسين. ورجعنا لكم تاني مع معالي النائب حسام المندوه الحسيني.
أنا المرة دي قلت إن بقصد إن أنا أقولها بعد الجمال اللي أنا شفته في الفيديو اللي حضرتك بتقدمه اللي دايرة حضرتك. وأتمنى من كل نواب البرلمان المصري إن يحتزوا في اهتمام بالصحة بالمواطنين نفس جمال حضرتك في تقديمك للرعاية الصحية الكاملة ودفاعك الشديد قوي عن أهل دايرتك. هل الدكتور حسين وفر أدوية للكورونا فقط ولا سعى في الاهتمام بالصحة في حاجات أخرى؟ هو طبعا أشكرك على الفيديو، ولكن الفيديو ده حقيقي برضو عشان نعطي لكل ذي حق حقه. مش أنا بس اللي في دايرة ولاد دكتور بنعمل الكلام ده، برضو في نماذج من الشباب عايز أشكرها، هي بتعمل برضو بتساعد على قد ما بتقدر وبتجمع أدوية على قد ما بتقدر وبتساعد إخواتنا وأهلنا جوه بلاد دكرو على قد ما بيقدروا. بشكرهم جدا جدا على دورهم ده. إحنا بنوفر استوانات أكسجين، بنوفر الأدوية، بنوفر بعض الأجهزة، وفي الكورونا أو في غير الكورونا اللي نقدر نعمله ما نتأخرش عنه خالص. بعض العمليات برضو اللي ممكن نعملها لإخواتنا اللي عندهم مشاكل لغير القادرين، طبعا في الأساس عاوزين نوجه الخدمة دي لغير القادر. تمام. القادر خلاص ربنا يكرمه، ما هو اللي محتاج، هو اللي محتاج طبعا يعني الله. وبنلاقي الحمد لله رب العالمين ربنا بيفتح علينا اكتر واكتر وبنعمل حاجات اكتر الحمد لله رب العالمين، بس مفيش داعي لذكرها دلوقتي. الصحة العامة بقى لو بنتكلم بشكل عام في الصحة، احنا في فترة حقيقي عندنا نقول مشكلة في الصحة شوية، مشاكل دكتور حسام. علشان كده حابب اسأل حضرتك سؤال يمكن يكون ختام حلقتنا أسمعه من دكتور حسام، وحابب جدا أن نعرف رؤية الأستاذ الدكتور حسام المندور حسين عضو مجلس البرلمان، قيمة علمية كبيرة وطراز بيضيف للبرلمان المصري. إيه هي الرؤى الصحيحة عن صحة المواطن اللي حضرتك شايف أن ممكن حضرتك تقدمها تحل مشاكل كتير من مشاكل الصحة الموجودة في مصر؟ جميل. هو طبعا اللي احنا بنعمله دلوقتي من أدوية وخلافه ده دور مجتمعي. تمام. وهي قيادتنا في حزب مستقبل الوطن كلها بتدعم هذا الدور وبتوصل بيه دائما يعني. ولكن نتكلم بقى على الصحة اللي محتاجة كلام كتير جدا، محتاجة 50 حلقة مش 5 ثواني لنتكلم فيهم. تمام. الصحة محتاجة حقيقي المسؤولين عن الصحة في مصر يكونوا أكثر يقظة، يكونوا صحيين أكثر في متابعة ما يحدث في المستشفيات. احنا بنواجه مشكله كبيره جدا لما مريض يكلمني في التليفون او مواطن يكلمني في التليفون ويقول لي انا عايز سرير رعايه مركزه، هحس ان هدخل في حرب عشان الاقي له سرير. انا بحزن من ده جدا جدا جدا. اتمنى في المستقبل القريب نحل المشاكل دي. نقص عدد الاسره، نقص عدد الاسره، جذب الدكاتره للعمل بشكل ايجابي داخل مستشفياتهم، نشوف اللي ناقصهم ايه الدكاتره. اللي هو الجيش الابيض اللي انا برسله هنا من برنامجك المحترم رساله شكر وتقدير واجلال لكل واحد في الجيش الابيض بيضحي التحيه كامله طبعا اليوم. بيضحي بوقته ايه، بيضحي بروحه وبعمره عشان يمارس مهنته، ودوت القيمه الكبيره جدا في كلمه طبيب. هنا بما ان في قيمه كبيره جدا عايز اقول لهم، بغض النظر عن ما تتقاضى من اجر، انت ربنا بعت لك هذه الأمانة أو حملك بهذه الأمانة، لازم تقوم بيها لغاية ما نقف جنب بعض عشان نديك قدرك اللي تستحقه. أكيد دكتور حسام أن, إن, إن الجيش الأبيض له منا كل تحية وتقدير، ورؤية حضرتك التي أوصيت بيها في هذا البرنامج يا رب توصل للسادة المسؤولين وياخدوها في الاعتبار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام المندول حسيني، أستاذ العلاج التحفظي وتجميل الأسنان وعضو مجلس النواب. أنا مبسوط جدا وسعيد باللي قدمته حضرتك النهاردة، وبختم حلقاتي النهاردة وأشوفكم يوم الجمعة القادمة في 7 مساء بإذن الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.